هاي ماي دير، معاكم سام الحكيم من قناتكم كويك انجلش نوتس. يا رب تكونوا بصحه وفي احسن حال. حلقتنا النهارده abbreviations، الاختصارات. خليكم معايا. اول اختصار عندي النهارده IAC. it means in any case، يعني مهما يكون او على اي حال. تاني اختصار عندنا IRL. لما تلاقيها قدامك it means in real life، يعني in everyday life، اللي هي في حياتنا اليومية المعتادة يعني. وتالت اختصار عندنا النهاردة JK. ده اختصار ل just kidding، يعني مجرد هزار او بهزر معاك كده. نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم والاستفاد من الفيديو. ما ينساش لايك شير سبسكرايب، وشوفكم على خير. Thank you for watching and bye bye.